ودي مناسبة إن إحنا بنشكر سمو الأمير علي والاتحاد الأردني لكرة القدم اللي أنا استأذنته زي ما استأذنت مجلس إدارة المصري في طارق. مش عايز استهبال، أنا اللي مكلم نائب رئيس، كلمت ياسر صاحبي وأخويا في شرم الشيخ قفل التليفون، طلب لي نائب الرئيس، طلبته استأذنه. مش فاهم، اخد لعيبه من الاسماعيلي الدنيا تولع، الاهلي ياخد كل لعيبه الاسماعيلي ومحدش يتكلم، استاذن في طارق من المصري الدنيا تولع، اروح اترافع عن شباب المصري في القضيه في النقط 22 اعدام والغي الاعدام، محدش بيتكلم. ما هي دي العلاقات بين الانديه. لا استاذنا، انا استاذنت، ويمنع طارق من دخول بورسعيد ويعلق مكان دي لسيفس. هو في ايه يا ياسر؟ ده راجل مدرب محترف. كلمت انا النائب بتاعك واستاذنته، قال مفيش مشكله، كلمناك قافل تليفونك، ايه المشكله؟